السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اسعد الله اوقاتكم مشاهدينا الافاضل بكل خير، واهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقه الجديده من استديوهاتنا في كورنيش الدوحه، والبدايه مع ابرز العناوين. في عناوين حلقتنا لهذا اليوم: محليا في الوطن، العيد النهائي يذكرني بالزمن الجميل، في الشرق الخواجع، الاهلي جاهز وعينه على اللقب الخامس، في الرايه جفار راشد، ثقتنا كبيرة في قدرة لاعبينا وعيننا على النهائي، في العرب البرازيلي ناني أتمنى فوز الفهود بالكأس، خالد السعدي كتب في الشرق سر المتعة في مربع أغلى الكؤوس، علم الدين هاشم كتب في استاد الدوحة الطريق لاستاد خليفة، في الوطن جاسم الرميحي قرارات الاتحاد ليست قرآنا، عربيا في البيان الإماراتية الإمارات مرشحة لاستضافة مونديال الأندية 2017 و2018، في المدينة السعودية جاريتس يلخبط ملف الأهلي، في المستقبل اللبنانية النجمة يتوج بطلا للدوري اللبناني للمرة الثامنة، في الأيام البحرينية المحرق يستغني عن أديكو وشريدة، في الشروق الجزائرية فرقان خليلوزيتش سيحاول التأهل إلى الدور الثاني للرد على الاتحاد، في اليوم السابع المصرية شحاتة رفضت تدريب منتخب المغرب، عالميا في المرور البريطانية الارديس اريد الفوز على مان سيتي واهداء اللقب لجيرار، الفريدو ريلانو كتب في اس الاسبانية، البارسا الان والدنمارك عام 1992، في ماركا الاسبانية كرويف أتلتيكو الأكثر استحقاقا لللقب وإدارة البارسا لا علاقة لها بالكرة، في كوريري ديلو سبورت الإيطالية برانديلي لا يوجد لاعب إنجليزي يستحق دخول تشكيلة إيطاليا. أهلا بكم من جديد. اليوم أنظار عشاق الكرة القطرية تتجه صوب استاد جاسم محمد بنادي السد لمتابعة مباراتي نصف نهائي كأس سمو أمير البلاد المفدى. العميد الغاب عن منصات تويتش يحلم بالوصول إلى النهائي واستعادت ذكريات الزمن الجميل، والسلية سيقاتل من أجل الوصول للنهائي التاريخي. تصريحات وأحاديث وأحلام تراود أطراف المربع الذهبي قبل قطع الخطوة الأخيرة للوصول للمباراة النهائية، وأحلام بدورها تراود السداوية والغرفاوية على حد سواء بالوصول إلى استاد خليفة الدولي. فمن سينجح في نيل شرف مصافحة سمو الأمير في ختام أغلى الكؤوس؟ بعد قليل سنستقبل في الاستوديو الصحفي بجريدة الوطن القطرية نجم الدين درويش للحديث حول مباراتي نصف النهائي. عبد الله العيدة رئيس نادي السلية أكد أنه يشعر بالإطمئنان على جاهزية فريقه من أجل نيل شرف الوصول إلى النهائي. التوقعات مرفوضة، فأنا لا أعلم الغيب حتى أقول إن المباراة ستنتهي بركلات الترجيح أم لا، بل الله وحده يعلم. وكل ما أود أن أشير إليه هو أننا قمنا خلال الفترة الماضية بما هو مطلوب منا وتحضرنا بأفضل صورة ممكنة، فإذا جاء الفوز فهذا ما نطمح إليه ونتمناه، وإذا لم يأتي فهذه كرة القدم ولا بد أن يكون هناك فائز، وعلينا أن نكون راضين بما قدمناه هذا الموسم من مستوى. من سيتأهل إلى المباراة النهائية
فإنه سيكون ممثلا للكرة القطرية في نهائي كأس سمو الأمير، وعليه أن يكون في أفضل صورة ممكنة تليق بمستوى الحدث. على الجانب الآخر، حسين الخواجة حارس مرمى الأهلي والعنابي السابق رشح السد والأهلي للوصول إلى نهائي أغلى الكؤوس، وأكد الخواجة أن فريقه جاهز بقوة من أجل تخطي السلية ويعمل في الاقتراب من منصة التتويج واستعادة اللقب الغائب عن خزائن النادي منذ سنوات طويلة. لقاء العميد والشواهين سيكون في غاية الصعوبة على الفريقين، خاصة أنهما كتاب مفتوح لبعضهما البعض، لذلك سيسعى كل فريق لتوخي الحذر منذ البداية. الفريقان يمتلكان عناصر جيدة ومميزة من اللاعبين سواء في المنطقة الهجومية أو الدفاعية، لذا أتوقع أن تكون المباراة متكافئة لتقارب المستوى بين الفريقين. المنافسة لن تكون داخل الملعب فقط بل خارجها بين المدربين، واعتقد ان تكون هذه المباراة تكتيكية في المقام الاول، مشيرا الى ان مدربي الفريقين من افضل المدربين هذا الموسم سواء ماتشالا او الطرابلسي. الاهلي حظوظه قوية في اللقاء نظرا للحماس الشديد من قبل اللاعبين الذين يرغبون في استعادة امجاد الفريق، خاصة بعد وصولهم لهذه المرحلة، فهم يطمحون لتحقيق اللقب الخامس للعميد. وصل السد والغرافة إلى قمة الجاهزية، وكلاهما يحلم بالفوز والوصول للنهائي والاقتراب من أغلى الكؤوس.